من جانبه قال رجل الأعمال ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي نجيب ساويرس إن رعايته للمهرجان في دورته الأولى نابعة من حبه المفرط للسينما، لافتا إلى أن اختياره للجونة جاء بسبب جمالها وحرصه على تخليد المكان. أنا يعني بحب السينما عشان أبقى صريح، ويمكن يعني ما يعديش عليا يوم إلا لما أروح بالليل أتفرج على فيلم، لما بروح حفلة دمها تقيل بزوغ منها بروح البيت أتفرج على فيلم. فحبيت السينما على حدود لها، ويمكن ده هو السبب الأول والأساسي، لأن أنا كنت من زمان حتى كنت مدعم مهرجان القاهرة. السبب الثاني إن أنا شفت إن أخويا عمل إنجاز. أولا الجونة دي ما كانتش في مدينة اسمها الجونة، هو خلق مدينة جديدة على الخريطة، ما كانش على الخريطة. رجعنا 25 سنة لورا ما كانش في مدينة اسمها مدينة الجونة على خريطة مصر ولا في البحر الأحمر. فخلق هذه المدينة، فأنا حسيت إن المدينة دي تستحق إنها تخلق، إنها تبقى معروفة على مستوى العالم كله.